بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم مالك وكتابه. وحشتونا، ما قدرناش نلتقي في الحلقه الماضيه، ولكن منعنا احتفالات شم النسيم. يا رب تكونوا انبسطتوا وسعدتم بها كلكم. وكم كانت اللحظات الاخيره قاسيه على النادي الاهلي في كره اليد، ولكن وللمفارقه كانت أشد قسوة تلك اللحظات الأخيرة على الزمالك في كرة القدم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وإن كان متأخرا في حلقة الخميس من مالك وكتابة. زي ما قال لكم المهندس عدلي، وحشتونا، مش كتير لما بنغيب عن بعض حلقتين متتاليتين. ناس كتيرة زعلت الحلقة اللي فاتت الحقيقة في احتفالات عياد الربيع، كان فعلا كنا على موعد مع اللقاء، كنا جاهزين بالحلقة، لكن امتداد وقت حفل الربيع الساهر في النادي الأهلي حال دون ظهورنا لحضراتكم. لكن سقطكم الكتيرة الكبيرة الحياة في البرنامج بتحملنا مسؤولية كبيرة قوي، وبتخلينا يا باشمهندس دايما وأبدا مطالبين إن احنا نكون عند حسن الظن. فضل من ربنا سبحانه وتعالى يتطلب منا مزيد من الاجتهاد، مزيد من التشبث، بان احنا نكون يعني على الوعد الذي قطعناه على انفسنا. خلافات موضوعيه مع المكتوب وليس الكاتب، لا نستدرج لاي شيء لا يليق بالاعلام ولا بشاشه النادي الاهلي، وبتحتاج مننا مجهود كبير وقدرة هائلة على ضبط النفس، لأن الحقيقة بيصيبنا رذاذ يعني شديد. وكل حلقة واحنا طالعين واحد يكلمني: يا كابتن عدلي، يا كابتن عدلي، ايه الحق هترد، هتقول اصل الدقائق الأخيرة. فأنا معلش وأعتقد هتكلم باسمك المرة دي يا جماعة. طبعا. في توجهنا إلى البرنامج، يوم البرنامج، من فضلكم محدش يسخننا، بنحاول ما نسخنش، بنحاول ما نسخنش، سيبونا نبقى على قدر الموضوعيه اللي انتوا بتفخروا بيها. الحقيقه بنحاول ما نسخنش حتى في ظل الاحداث الساخنه، لكن ما اعرفش احنا ليه بنحتاج دايما وابدا ان احنا نفكر الناس كلها، بالذات من الزملاء الاعلاميين في مختلف البرامج والوسائط الاعلاميه الاخرى. ملك وكتابه ظهر كحاله تحاول تصحيح المسار الاعلامي، طبعا بانحياز كامل للنادي الاهلي، لكن في الحق ودفاعا عن الحق. ما هو ليس من حق الاهلي مش هنيجي ناحيته، ابدا بندافع عنه، مش هنيجي ناحيته. واول حد هيقول للخطا في الاهلي ده خطا هيكون ملك وكتابه، واعتقد حضراتكم جربتوا ده مرارا وتكرارا. لكن ان احنا نصيب البعض بشيء من الانزعاج ده اكيد، وده طبيعي جدا. لما تحاول تصحح اي مسار معوج شويه من الطبيعي ان هو مش هيلين معاك بسهوله، لكن ده مش هيخلينا احنا نعوج معاه، مش هنحيد معاه. اذا ما مشيش معانا مستقيم هنمضي احنا في طريقنا، وزي ما قلت لكم اذا ما قدرناش ناخد بايد الناس باذن الله ما حدش هيشدنا لتحت، لانه ثوابت الرساله الاعلاميه المهنيه الواضحه احنا حريصين عليها. يعني لعلك تلاحظ يا استاذ ابراهيم، لانه اول اتفضل، ان المحاولات من نفس الاسماء متكرره لجرجرتنا. وانتم مش هتشتمونا بقى؟ اه. وانتم مش هتردوا علينا بقى؟ اه. وكل ما نسكت الشراسه بتزيد. واحنا الحقيقه مش عايزين نعمل كده، لان احنا لو ردينا بطريقتهم اولا مش هنوجعهم. هما يعني ما توجعوش، مش شتيمه يعني. لكن مجرد ما يقولوا حاجه علينا لا هنتوجع، وبنتوجع. بنتوجع مش عشان قيمه اللي بيتقال، بنتوجع لان اصبحت دي المعايير اللي الناس بتقدر توصل اليها من خلالها الى قطاع من الناس، انه يبقى سباب ولعان وملقحات كلام وكده، ويبقى يعني بيجد لنفسه مساحه عند بعض الناس. لكن بعد شويه صدقني الناس بتفرز، الناس بتفرز. لكن